نحن لازم نلاقي حل فورا. انت اللي خططت لكل شيء محمود، وكنت مبسوط ومكيف كمان. اكيد بتكون حطيت احتمال انه توصل الامور لهالحاله. صعب عليك انه تمسك رفيف اكثر من اسبوع. رح يجي يوم وتطلع رفيف لحتى تواجههم، بس المهم بالموضوع انه انا حدد له الوقت المناسب. انا بعرف شو وجعك، انت مقطوع قلبك وخايف انه رفيف تروح من ايدك، ولهيك عم تحاول تلهيها. شو بدي خافه لا؟ ها؟ من شو بدي خاف؟ مين قالك انه عندي وجع؟ انا فنيت عمري كله كرمال هالبنت، انا حاولت واشتغلت وتعبت وكتبت كتابي عليها كمان. رح تنسى هالواطي اللي اسمه عمران، وبس حتى تنساه على الاخر وقتها بتوقف قدامه بكل ثقه. هالشي لازم يصير بوقته. المخلوقه قالت لحالها لحتى تاخد ابنها، وهالشي صعب. يا ترى انت رح تقدر ترجع لها اياه؟ اللي كيف رح تقدر تنفض منها هالمره؟ رح اقدر، ما رح استسلم. يعني اكيد عيلتي ورقان رح يغلطوا شي غلطه، وقتها بس رح وقف بوشهم وواجههم، بس بالنسبه الي قد ما تاخر هاللقاء اكيد بيكون احسن. الحقيقه قاسيه كتير، لقاء رفيف وعمران خطر كبير، وبالذات بهالفتره الاثنين لساتهم مثل النار والبنزين، واذا التقوا مشكله. ليش مالك بالحديقة يا روحي؟ يلا اطلعوا، ولا اشتقت لك كتير. ليك عمران، مراد لسه ما نزلت حرارته. حسيت انه تحسن. الدواء ما جاب نتيجة ابدا. يا الله عينه صابته لهالصبي. تيتي تعال عندي، تعال. يا روح تيتي انت سخنة. يا روح لازم ناخده على المستشفى فورا ونطمن عليه. بلا ما نخاطر خلينا ناخده على المستشفى. غصون قولي لهم يجهزوا السيارة فورا بنتي. امرك زياد بيك. عمران لما توصلوا على المشفى خبرونا فورا. ليش المشفى؟ مراد ابني؟ ان شاء الله ما يكون صاير معه شيء. تقبر قلبي يا عيون ستك. مدام رفيف إذا نزلتي هلأ رح يشوفوكي. ما فيني أتركه، افتح الباب، افتحه بسرعة. محمود بيك قال لي كونوا حذرين. قلت لك افتح الباب، بدي اطمن على مراد. لو سمحت كيفه هلأ؟ كانت حرارته مرتفعة. لا تشغلوا بالكم، رح نتدخل وننزلها، انتظروا هون. الله يستر ابني ما يصير له شيء. طمنا دكتور، كيف وضعه؟ نزلت حرارته؟ ما في داعي للخوف، أخذ برد وارتفعت حرارته. علقنا له سيروم ونزلنا الحرارة. منقدر ناخده على البيت؟ ليخلص السيروم على القليلة، وإذا بتحبوا فيكن هلأ تطمنوا عليه. شكرا دكتور. دكتور لو سمحت. شوفي أنا انشغل بالي كتير على الطفل اللي جوا، طمني كيف وضعه هلأ؟ اسمه مراد يروقان. أنت شو بتكوني له؟ بصراحة هذا الطفل. لا تؤاخذيني، ما فيني أعطي معلومات غير لعائلة المريض. شلون بدي أعرف؟ رح أتصل على البيت طمنهم. أنا رح أبقى مع مراد.
ها كنت عم بتصل فيكم. بسرعة قل لي كيفه مراد. الحمد لله منيح ونزلت حرارته. طيب شو قالكم الدكتور؟ ليش ارتفعت حرارته لهالدرجة؟ هذا طفل بابا وطبيعي يسخن. إذا ما شفته بعيني ما رح يرتاح قلبي. لا هلأ وضعه كتير منيح، خلوني دخلكم لعنده. يلا رفيف. شو في؟ امي خير؟ ابني مرضان واخدوه على المستشفى. هالصبي شو صاير فيه؟ اه اصحك اصحك تكوني رحتي على المستشفى. شفتهم اخدوا اسعاف وانا ما قدرت اتحمل ولحقته لهني. طيب وكيفه هلا؟ اخر شي كان منيح هيك قالوا، هلا ما بعرف كيفه، ومن شان ما هنن يشوفوني هربت وجيت بسرعه، بس مشغول بالي عليه. امي مشان الله روحي لعنده وشوفي، شوفي الدكتور واسألي لي عن ابني، اسألي عمران مو مشكلة. رفيف يا قلبي ما بعرف كيف ممكن اتواجه مع عمران ووقف اسأله عن ابني. امي اذا عمران شافك ما رح يحكي شي وما رح يتضايق. دخيلك يا امي، روحي احكي معه واطمني على ابني الله يوفقك. رفيف خير؟ شوفي امي روحي فورا ولا تتأخري الله يوفقك. ماشي بس انتي اهدي، رح روح على المشفى وشوف حفيدي ورح اسأل الدكتور وطمنك. والله جد ما رح خليكي تروحي لمكان. كيف يعني ما رح تخليها؟ انت ما فيك تمنع امي انها تروح على المستشفى وتجيب لي اخبار عن ابني، ما فيك ابدا. رفيف انا ما بسخف فيكي حبيبتي، وما فيني اشوفك بهالحاله وين ما كان الصغير، رح تشوفيه بعيونك، مشان هيك قلت لمرت عمي ما رح خليكي تروحي، انا براسي رح اخذك لعنده ورح تطمني عليه وتشوفيه.